جمعية التعليم والتنمية في بوروندي، دعوة تعليم تنمية. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بحمد الله سبحانه وتعالى وتوفيقه أقيمت الدورة العلمية الثالثة لدعاة جمعية التعليم والتنمية ببوروندي، وهذه الدورة كانت بمسجد مريم بمدينة جيتيغا، وحضرها عدد كبير بحمد الله سبحانه وتعالى من الدعاة وأئمة المساجد في محافظات دولة بوروندي المختلفة. وكانت هذه الدورة بحمد الله سبحانه وتعالى في أربعة مواضيع ومتون. أولا كانت في التفسير، ودورة في الحديث والفقه، ودورة في العقيدة تم فيها شرح متن الحائية لابن أبي داود، وكان كذلك دورة في توجيهات وقضايا مهمة للدعاة الله سبحانه وتعالى، زائد اللقاء المفتوح الذي تطرح فيه الأسئلة من قبل الدعاة وأئمة المساجد. وهذه الدورة المباركة بإذن الله جل وعلا التي تشرف عليها جمعية التعليم والتنمية في بوروندي كانت بتبرع كريم من أبو محمد، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منه وأن يثيبه خيرا وأن يجعل هذا العمل في ميزان حسناته، كيف لا، وهي إعداد وتأهيل للدعاة الله سبحانه وتعالى الذين يقومون بواجب الدعوة إلى الإسلام وتعليم المسلمين والمهتدين الجدد في هذا البلد. نسأل الله جل وعلا أن يتقبل من الجميع كل من ساهم وكان له دور في هذه الدورة، نسأل الله جل وعلا أن يثيبه خيرا. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد.